مهنته صعبة برضه. خلينا نتوقف عند صوت آخر برضو من الأصوات الجميلة، يعني الله يرحمه، يمكن طبعا هو يمكن فترة طويلة تألق مع عمار الشريعي الله يرحمه برضو، علاء عبد الخالق. لكن هو قدم معاك أكتر من أغنية، وكانت أعمال متميزة وناجحة جدا. والله رحمة الله عليه كان صوت دافي كده حنين وحالة خاصة، وكان كنت بحب صوته قوي، وكان في صداقة بينا سنين طويلة رحمة الله عليه. وعملت له مجموعة أغاني بعشقها برضه، يعني تسلمي لي، وعملت له وجودك معايا، وعملت له مجموعة أغاني كتير الحقيقة. بس وجودك معايا دي حكايتها إنه أنا كنت بكتب الكلام وبسجل معاه غنوة، فقال لي عوض مش بتعمل حاجة جديدة؟ قلت له أنا عامل كلام لسه، بس شايفك تغنيه على رومانسي كده. مين يلحن؟ قلت له هنشوف ملحن. طب سمعهولي. قلت له وجودك معايا خلق لي وجود، وبيكي غناية بيملى الجمود، ومنك أكون لك وليكي أبوح لك، ولأجلك أروح لك لأبعد حدود. وجودك مخدر صحاري حياتي، تمطر سماكي تشد جناحاتي، أرفرف وأسافر بلادك وأجيلك، تاخدني عيونك تزهر روحاتي، ولحظة حنيني أقلب سنيني، أبص التقيني معاكي بسود، وجودك معايا خلق لي وجود. قال لي اكتب لي الكلام ده، اكتبه لي. قمت دورت على ورق وقلم كتبته له واديته له، راح واخده. واحنا يعني الموزع بيشتغل في الغنوة، وراح طالع بره. انا نسيت شويه كده، لقيته بيقول اهو تعال وجودك ما خلق لي، وراح مغني لي الغنوة. هو اللي لحنها. قلت له ما شاء الله ايه الجمال ده كده. قال لي انا اتأثرت بالكلام وحسيته وكأنك عامله لي. وراح ملحنها واداها للموزع في نفس الجلسه في نفس الاستوديو. وقال له الاستوديو الجاي وجودك معايا. سبحان الله، فلقيت الغنوة اتعملت. هو طبعا كان